ننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم مع مساحتنا الطبية لنحكي عن السكتة الدماغية والفرق بينها وبين الشلطة الدماغية. وعم نسمع يمكن بالآونة الأخيرة صحيح. كثير من المحيط أو حوالينا عم يصاب بسكتة دماغية. قديش يمكن تلعب الحياة دور، نظام الحياة، نظام الغذاء، يمكن الستريس والضغوطات النفسية اللي عم نمر فيها. أكيد نور، مثل ما قلتي للأسف صرنا نسمع بأعمار صغيرة، وأكيد في عوامل مؤثرة عم تساعد على حصولها. ومثل ما ذكرنا بين السكتة والجلطة يمكن بالمصطلح شوي يكون في تقارب، ولكن طبيا عم بيكون في اختلاف إن كان بالأسباب وإن كان بالأعراض. أكيد اليوم دكتور حيعرفنا عليها بشكل أكبر. كثير نحكي عن أسباب السكتة الدماغية، علاجها والوقاية منا مع الدكتور الأخصائي في الأمراض القلبية الدكتور حسن إبراهيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولك البلدنا ولك المشاهدين. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن السكتة الدماغية، ومثل ما قلنا يعني للأسف دراسات بتأكد أنه اليوم معظم الوفيات أسبابها أمراض القلب والجلطات. خلينا نحكي بشكل طبي، تعريف بشكل طبي عن السكتة الدماغية، ونحن بنعرف أنه هو اضطراب كهربائي ضمن الوقت اللي بيصير فوضى بالقلب وإله أنواع. خلينا هيك من خلال حضرتك نعرف أكثر فيه السكتة الدماغية. السكتة الدماغية هي بسبب اضطراب أو سوء عمل وظيفة الدماغ، وهي تحدث عادة بشكل مفاجئ، والسبب الرئيسي فيها هو انقطاع أو عدم وصول جريان الدم إلى الدماغ بشكل مفاجئ. الآن لحتى نقول عن السكتة والاحتشاء، السكتة تشمل أمرين، تشمل الاحتشاء الدماغي يعني انسداد هالشريان يلي رايح للدماغ، يلي هو الشريان عادة بيوصل الأكسجين للدماغ. نحن الأعضاء النبيلة يلي موجودة بالجسم دائما بتعيش على الأكسجين، ويلي بيوصل الأكسجين هو الدم. فانسداد هالشريان اللي واصل لهالعضو النبيل وخاصة القلب أو العين أو الدماغ، انقطاع جريان الدم وعدم وصول الدم سيحرم هذا العضو النبيل من الأكسجين، وبالتالي سيحدث هناك تنخر وتموت في هالعضو وسوء وظيفته، وخاصة إذا كان انقطاع الدم مفاجئ. هلأ الآن لنميز بين السكتة الدماغية وبين الاحتشاء الدماغي. السكتة تشمل أمرين، تشمل الاحتشاء الدماغي أو النزف الدماغي. والنزف عادة قد يحدث بسبب معين، على سبيل المثال تميع الدم بشكل كبير، على سبيل المثال بسبب ارتفاع التوتر الشرياني الشديد الغير مسيطر عليه، على سبيل المثال في بعض الأمراض اللي ممكن تصيب الدم وتشمل فيما تشمل نقص الصفيحات الدموية. إذن السكتة الدماغية هي إما نزف أو احتشاء دماغي عم يصير بشكل مفاجئ، بيضطرب عمل الدماغ، وبالتالي بيشكل أعراض من أعراض الجلطة الدماغية أو الستروك أو الاحتشاء الدماغي. الآن انقطاع جريان الدم بشكل مفاجئ بده يكون له سبب، يا إما في تضيق بواحد من هالشرايين اللي رايح للدماغ، أو بسبب خثرة تطلع مع الدم وتروح لهالشريان هاد وتسكره. فهذا هو الستروك أو الاحتشاء الدماغي والسكتة الدماغية. طيب خلينا نحكي، هي بتجي فجأة السكتة الدماغية، إلى أعراض يعني ممكن الواحد ينتبه لها قبل ولا لا ما لها علاقة؟ ممكن تجي فجأة، يعني بعض يمكن المعلومات بنحب نذكرها للناس تنتبه شوي، لأنه يمكن ما كتير عندها ألمام بهذا الموضوع، وما هلأ الناس ما بتفرق بين السكتة أو الجلطة الدماغية. في أعراض معينة أو ممكن لا ما بتعطي إنذار تجي فجأة؟ الأعراض في الاحتشاء الدماغي أو النزف الدماغي متماثلة. نحن ما بنقدر نميز الاحتشاء الدماغي عن النزف الدماغي إلا بشغلة واحدة، بالتصوير الطبقي المحوري للدماغ أو الرنين الدماغي. لكن الأعراض عادة هي مفاجئة، خلال أقل من دقيقة دقيقتين بتلاقي المريض صار عنده حبسة كلامية، ما عاد قدر يحكي، ضعفت إيده ما عاد قدر يرفعها، تقلت رجله ما عاد قدر يمشي، بتلاقي المريض صار عنده عرج لما يمشي. في أي جهة حكيم؟ هلأ رح نقول إن احنا عادة في واحدة من الجهتين.
هلا حسب نحن دائما لازم نعرف شغله انه الدماغ هو المسيطر والمسؤول عن كافه حركات واعضاء ووظائف الجسم. وكل منطقه في الجسم لها منطقه تمثلها بالدماغ. صحيح. مثلا نحن لما نشوف في منطقه اسمها منطقه البصر في الفص الخلفي من الدماغ. الايد لها منطقه مشرفه عليها. صحيح. في القشره المخيه. الرجل نفس الشيء، الكلام نفس الشيء، البلع نفس الشيء. فالإنسان عادة حسب ما يكون الشريان كبير المصاب أو يكون شريان صغير. إذا كان على سبيل المثال شريان كبير، يعني الشريان السباتي اللي رايح بيروي معظم نصف الكرة المخية، إذا تسكر من منشأه هذا رح يساوي فالج كامل. المريض خلص ما عاد يقدر يوقف ولا يقوم ولا يمشي، وتنشل إيده ورجله، ما عاد يقدر يحكي، وما عاد يقدر يمسك المسرات، حتى بيصير عنده انفلات مسرات، ما عاد يقدر يبلع، ما عاد يعني يفقد الحركة نهائيا. لكن ممكن يكون شريان صغير مصاب، مثلا راحت الجلطة على سبيل المثال للمنطقة اللي مسؤولة عن حركة الإيد، بتلاقي ضعفت إيده، ما عاد يقدر يرفعها، تقلت رجله، ما عاد يقدر يرفعها، ما عاد يقدر يمشي، أحيانا إيده ورجله اثنين سوا، أحيانا ما عاد يشوف، يفقد الرؤية بشكل كامل، أحيانا ما عاد يقدر يبلع. فهي حسب المنطقة المصابة وحسب حجم الشريان المصاب يلي رح يسكر. هلا خلينا نميز بين الجلطة اللي هي رح تساوي فالج أو تصيب تساوي ستروك أو تساوي لنا حادث وعائي دماغي مثل ما نحن بنسميه، وبين الاحتشاء العابر. هلأ الاحتشاء العابر هو مثل نفس الأعراض، لكن بيستمر لمدة دقائق وبعدين بيرجع كل شيء طبيعي. طب ليش بيصير هذا؟ أحياناً بيكون في شيء شريان متضيق تضيق شديد عم يوصل الدم للدماغ، نتيجة شدة نفسية معينة، نتيجة توتر معين، نتيجة أخذ دواء معين. هالشريان هذا إذا تشنج وهو بالأصل متضيق سكر الشريان، هلأ إذا رجع فتح الشريان بتلاقي بترجع الأعراض كلياتها طبيعية، ولذلك بتلاقي صار عنده حادث وعائي دماغي عابر أو نشبة عابرة. بعدين هالنشبة هي راحت وانحلت وفتح الشريان ورجع الدم ورجعت حركة الإيد والرجل. لكن المشكلة نقول إنه يعني نحن بنقولها بالعامية إنه كان في خسرة ومشيت، تمام، سببت جلطة ومشيت يعني، تمام، فرجع الإنسان لحركته لإيده. وهي هي عامل منذر منبه إنه لحتى نرجع نحن نستقصي الدراسة ونشوف ليش عم تصير هاي، ونحاول نحول دون عودة هالاحتشاء الدماغي مرة ثانية. إذن خلينا نقول انسداد الشريان بشكل مفاجئ رح يساوي لنا ضعف في نصف الجسم أو خدر أو عدم القدرة على استعمال عضو معين أو عدم استعمال القدرة على استعمال حركة الساق أو الإيد، أو مثلا ميلان بتتم أحيانا، أو عدم القدرة على إغلاق العين. بتلاقي المريض لما يبتسم بيصير تمه مايل على جنب. تمام. صحيح. تمام. فهي هي أعراض الاحتشاء الدماغي أو الستروك أو النشبة الدماغية. بس ذكرت خلال حديثك يمكن دكتور أنه نحن منروح مندرس الحالة لنعرف أسباب الاحتشاء الدماغي. في أسباب رئيسية من الضغوطات النفسية، يعني الستريس والضغط النفسي بيلعب دور لما بنحكي عن شريان ضيق ممكن يعني يتشنج ويتسكر، قديش بيلعب يمكن الحالة النفسية؟ ويمكن كلياتنا اليوم أكيد عم نضغط، وبتسمع دائما يعني بأمراض صرت ما كنت تسمعها قبل عند الشباب بسبب الحالة النفسية والستريس. هلأ للأمانة الحالة النفسية ما هي السبب المباشر للموضوع، من العوامل المؤثرة نحن بدنا نشوف شو السبب المباشر لحدوث الاحتشاء الدماغي أو النزف الدماغي. خلينا نميز بين اثنين. قلنا قبل شوي أنه النزف الدماغي قد يكون بسبب ارتفاع التوتر الشرياني الشديد الخبيث الغير مسيطر عليه، ممكن يكون بسبب أمراض معينة تصيب الدم، وقد يكون بسبب التمييع الزايد للدم. فهذا النزف لما يساوي لي نزف داخل الدماغ رح يساوي لي نفس الأعراض. هلأ إذا كان النزف في منطقة خارج تحت العنكبوتة أو تحت الجافية، وكان النزف كثير ممكن يتداخل عليه جراحياً وممكن إرشافه، لكن لا شك أنه هذا بده وقت لحتى إذا كان النزف قليل ما أكيد ما رح يتداخلوا عليه جراحياً. لكن
هذا هو الحالة النادرة أو القليلة اللي هي ما لا تمثل 20% من الحوادث الوعائية الدماغية أو الستروك. لكن السبب الأشيع هو الاحتشاء الدماغي. طب شو سبب الاحتشاء الدماغي؟ طبعاً. خلينا نميز بين شغلتين. الشغلة الأولانية هي اللي هي التصلب العصيدي. والتصلب العصيدي اللي بيلعب دور فيه كتير هو تطور الحياة والنوعية الغذاء وكتير عوامل بتلعب دور، يأتي على رأس على سبيل المثال التدخين، يأتي على رأس تناول الدهون والدسم المهدرجة، يأتي على رأس الداء السكري، وإضافة لارتفاع التوتر الشرياني كمان هذا بيساوي لي تصلب شرايين. والغذاء يلي هو شغلة أساسية، تناول الكحول، وأنا بأكد على شغلة كمان مهمة كتير 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 يلي هي التدخين. فهذا بيساوي لي شغلتين، بيساوي لي أول شيء تصلب عام في الشرايين، وخاصة الشرايين الدماغية والشرينات الصغيرة. ولذلك أنا كتير بشوف أحياناً بالتصوير الطبقي اعتلال دماغي إقفاري بسبب نقص التروية الدماغية. لكن السبب المفاجئ اللي يحدث عادة الاحتشاء الدماغي فهو يحدث بسبب خثرة، هذه الخثرة تنطلق مع الدم من القلب، لأنه يلي بيوصل الدم للدماغ هو القلب والأوعية. فأنا عندي شغلتين، الشغلة الأولانية هي القلب يلي هي مصدر هالصمات، وأنا بشوف هالصمات تطلع من القلب بسببين مهمين. السبب الأولاني هو اضطرابات النظم القلبية، ويأتي على رأسه الرجفان الأذيني. شو هو الرجفان الأذيني؟ أنا بعرف القلب يتألف من جوفين، بطين أيسر وبطين أيمن، وأذينتين، أذين يمنى وأذين يسرى. فلما تكون الأذين اليسرى كبيرة كتير بسبب تضيق في الصمام التاجي، أو لما يكون في عندي رجفان أذيني، الرجفان هو عادة الأذين عم تتقلص شيء 500 ل600 تقلصة في الدقيقة الواحدة، فهي ما عم تقدر تتقلص. فلما ما عم تتقلص عم يصير فيها ركودة دموية في منطقة بالأذين اسمها اللسينة، الدم ما بيتحرك فيها، فبيصير فيها خثرات. هلأ إذا راحت خثرة من الأذين على البطين الأيسر وضخ البطين الأيسر هالخثرة هي وراحت للدماغ، هي اللي راح تساوي لي الفالج أو الاحتشاء الدماغي أو النشبة أو الخثرة أو الجلطة الدماغية، وراح يصير الإنسان عنده شلل. هذا أهم سبب. ممكن نشوفها أحياناً باعتلال العضلة القلبية التوسع الشديد، وخاصة في الاحتشاء الأمامي، الجدار الأمامي وقمة البطين الأيسر ما عم تتحرك، فبيصير ركودة للدم على جدار البطين. إذا صار ركودة وصار خثرة دموية وتقلص البطين وراحت واحدة للدماغ، أكيد رح تساوي لي فالج واحتشاء دماغي. إذن هدول أهم مرضين بيصيبوا القلب وبيساووا لي جلطات دماغية. إضافة لهالشي في الشرايين يلي عم توصل الدم للدماغ، هدول أهم شريانين يلي هن الشريانين السباتيين. فإذا كان هالشريان السباتي صار فيه عصايد بسبب تصلب الشرايين وأسبابه يلي حكيناها قبل شوي يلي هي التدخين والسكري والضغط وهدول العوامل، فلما يصير فيه تكلس وتضيق بالشريان، أحياناً إذا سكر هذا الشريان بسبب التضيق رح يساوي لي الفالج. وهذا أنا بقدر شخصه بسهولة بواسطة الإيكو أو جهاز الصدى، يعني بقدر أنا أصور هالشرايين وبشوف إذا فيهم تضيق ولا لا. طيب حكيم، خلينا نروح، حكينا بالأسباب، حكينا بالأعراض والعوامل المؤثرة الخارجية اللي بتأثر على وجود السكتة أو الجلطة. اليوم خلينا نروح على رحلة العلاج طبياً. اليوم الدكتور كيف، شو هو الكورس اللي بيدخل المريض من خلاله لرحلة العلاج؟ هلأ خلينا نبدأ أول شيء قبل العلاج بالوقاية. أنا لحتى ما وصل لها المرحلة هاي، إذا عندي مشكلة قلبية خليني أعالجها بشكل صحيح عن طبيب القلبية. الشغلة الثانية، إذا في عندي عوامل خطورة هي اللي عم تأهب لهالموضوع، خليني أنا أحاول أضبط عوامل الخطورة. على سبيل المثال مرضى السكري، لازم أنا أضبط السكري ضمن الأرقام يلي هي طبيعية لحتى أنا أقدر أعيش حياتي بشكل طبيعي. لازم أتجنب عوامل الخطورة، إذا في تدخين لازم أنا أبعد عنه، الشرب يجب تجنبه. إذا كان أنا عندي شيء أمور معينة على سبيل المثال وعلى رأسها في كوليسترول، نوع من أنواع الكوليسترول
الكوليسترول اللي هو ال دي ال كوليسترول اللي ذرته صغيره بتسكر الشرايين وبتصلبها، انا لازم اعالجه بشكل جيد. هلا لما تصير المشكله هون الموضوع بقى، انا اذا كان في على سبيل المثال عندي مصدر قلبي عم يطلق هالصومات للدماغ، لازم اعالج الموضوع بشكل جدي وبشكل صحيح. يعني انا الاسبرين ما عاد يفيدني بالرجفان الاذيني، لازم اعالج بالوارفارين واراقب ميوعة الدم بحيث ما يتميع الدم زياده لحتى يساوي لي نزف، ولا انه يضل مميع لحتى ما يساوي لي جلطه ثانيه. ولازم انا اضبط سرعه الرجفان الاذيني. واذا في عندي تضيق بواحد من الشرايين اللي رايح للمخ او للدماغ، لازم انا احاول افتحه لهالشريان، وهذا فتحه صار موضوع سهل، ممكن بشبكة نحن نوسعه لهالشريان لحتى يمر الدم بشكل جيد. هلأ المشكلة والكارثة لما يصير الاحتشاء الدماغي. هلأ أنا عرفت شلون أنا لازم أمنع الاحتشاء وأمنع حدوثه، لازم هلأ إذا صار هون لازم أنا أعتمد على يعني محاولة إعادة تأهيل المريض بشكل جيد. دائماً لازم ألجأ للعلاج الفيزيائي، الإيد والرجل أو كل الأعضاء اللي لا تستعمل وتضل بوضعية معينة إذا فقدت حركتها رح تضعف العضلات. أنا لحتى ما تضعف العضلات لازم أحاول أساوي تمارين بشكل متكرر لحتى ما تضعف العضلات، وأرجع الأطراف اللي هي أصيبت بالضعف الشديد لحركتها الطبيعية لحتى تستعيد وظيفتها. إذن المعالجة الأساسية هي شيء أساسي، أحاول تدريب المريض. في شغلات ممكن ما أنت تقدري تتحكمي فيها، يلي هي فقد الكلام أو الحبسة الكلامية أو عدم القدرة على الكلام، البلع ممكن رح يتحسن بالتدريج شوي شوي. وعادة الأعراض خلال مدة شهرين إلى ثلاثة ممكن تستعيد جزء كبير من حركتها إذا أنا اعتنيت بالمريض وحاولت يعني أساوي له تمارين وعلاج فيزيائي بشكل متكرر. هلأ المرضى اللي عندهم فالج شديد وهن صاروا طريحي الفراش، هدول بدهم عناية تمريضية أكبر، لازم أنا أحاول ما يصير عندهم خشكريشات في ظهرهم لأنه رح يضلوا مستلقين بالفراش. فترة العلاج بتكون طويلة هون؟ طبعا. يعني قديش المدة؟ يعني بس نحن بنشوف حالات بيتم الشفاء بعد المعالجة الفيزيائية بس بيتم آثار من هي الجلطة، فترة العلاج قديش فعليا ممكن تكون؟ هلا دائما لانه العالم بتخاف لما تسمع يعني التفاصيل، يعني مؤلم ومخيف الموضوع انه فتره علاج طويله ممكن يتسطح كثير، الحاله النفسيه اساسا من المريض بتكون سيئه، فتره العلاج قديش تقريبا؟ هلا لما تكون الاحتشاءات خفيفه جدا، هلا شوفي في نقص الترويه الدماغيه العابر المريض خلال دقائق بيكون رجع لوضعه الطبيعي، اما لما يصير عندي ضعف بالايد وضعف بالرجل هدول بدهم لا يقل عن شهرين ثلاثه تمارين وحركات ومعالجه فيزيائيه لحتى يستعيدوا الجزء الاعظم من الوظيفه كامله، ولكن لن تعود الاعضاء لوضعها قبل الاحتشاء. لكن لما يكون عندي فالج كبير أو احتشاء كبير فهذا المريض أكيد صار طريح الفراش، هذا بده تمارين يوميا، بده تقليب بشكل مستمر، ممكن نستعين بفرشة هواء لحتى ما يصير عنده خشكريشات، صار بده تغذية عن طريق الأنبوب الأنفي المعدي. صحيح. شوفي قديش هي مشكلة معاناة كبيرة جدا، وهي المعاناة راحت أبدية. يعني الاحتشاء الدماغي الكبير هو كارثة بالنسبة للمريض وعبء كبير على أهل المريض وعلى الناس اللي بدهم يقوموا بتمريضه، وهذا بعتقد راحت مدة سنوات ما هي مدة، ولن يستعيد يعني وظائف أعضائه بشكل كامل. لكن لا شك أنه العلاج التمريضي والمعالجة التمريضية والعلاج الفيزيائي لهم دور كبير، وبدنا نحاول يعني ناخذ العلاج الدوائي لحتى نمنع حدوث احتشاءات دماغيه اخرى، وخاصه عند المرضى المؤهبين والمرضى اللي صار عندهم احتشاءات خفيفه. فانا لازم راسا ادور على الاسباب واحاول اعالج الاسباب لحتى امنع حدوث الاحتشاءات الدماغيه مره ثانيه. يمكن هون حكيم الاعمار الصغيره بيكون في استجابه اكثر لرحله الشفاء خلينا نقول، او حسب الحاله. واليوم مين المؤهل للإصابة أكثر، الذكور أم الإناث؟ هلأ عادة الاحتشاءات الدماغية هي مرض الأعمار الكبيرة مو مرض الأعمار الصغيرة، نحن ما بنشوفها عن بالأعمار الصغيرة نهائيا، وإذا شفناها فبيكون عادة في أسباب مؤهبة. وأهم سبب مؤهب في هالحالة هي هو يا إما الرجفان الأذيني اللي حكينا عنه عند الناس اللي عندهم تضيق في الصمام التاجي، وهذا بنشوفه كتير عند السيدات اللي عندهم تضيق تاجي بسبب حمى رثوية، أو الناس اللي عندهم تشوهات وعية
رعائية دماغية في الدماغ، فإذا كان أو أمهات دم دماغية، فهدول إذا صار عندهم شيء سبب معين وانفجرت هي رح تسوي لنا نزف دماغي. هدول الأعمار الصغيرة وهن قليلين كتير، نحن عادة بنشوفه عند الأعمار الأكبر. العامل الوراثي بيلعب دور؟ هلأ العامل الوراثي له دور، لكن دور ما هو كبير كتير أكيد. بده شيء مساعد أكيد، عوامل خارجية تساعد. هلأ دائما مثل ما قلت لك عوامل الخطورة يلي قلناها قبل شوي اللي هي التدخين والسكري والضغط والأمراض الثانية اللي بتأدي لتصلب الشرايين مثل ارتفاع الشحوم الثلاثية وارتفاع الكوليسترول. صحيح. الإناث أو الذكور دكتور؟ هلأ الذكور عادة هن الأكثر إصابة، الذكور أكثر إصابة من الإناث بشكل واضح. هلأ سواء بجلطات القلب أو جلطات الدماغ دائما الذكور هن أكثر إصابة، لكن ممكن يتساووا هن بعد سن الخمسين، لكن عادة الاحتشاءات الدماغية وقت تصير عند الإناث فهن الوفيات عندهم أكثر من الذكور وقت يصير عندهم. الله يبعد المرض عن الكل، نتمنى الصحة والسلامة للجميع. ختاما خلينا نعطي دكتور بعض النصائح لكل الناس اللي عم يتابعونا، وذكرت نقطة كتير مهمة، من العوامل الرئيسية هو التدخين للأسف، قديش بنذكر عبر الحملات التوعية قديش التدخين مضر وقديش سبب رئيسي لعدد الوفيات سنويا اللي عم يزداد حول العالم، وللأسف تشوف في ازدياد بالتدخين. خلينا نعطي بعض النصائح لكل الناس اللي عم يتابعونا. والله التدخين هو أكبر وأهم سبب يؤدي إلى تصلب الشرايين. صحيح. وهو يؤدي، هو يسم البدن كاملا من أعلى الرأس إلى أخمص القدم، فهو بيساوي التهاب قصبات مزمن وقصور تشنجي أو قصور تنفسي وتشنج قصبي، وبيساوي تصلب بالشرايين وبيساوي جلطات بالقلب والدماغ. وأنا عمري ما شفت حدا أقلع عن التدخين وصار له شيء، وعمري ما شفت حدا أقلع عن التدخين وندم على تركه. ولذلك نحن لازم نتجاوز هالعقبة إنه أنا ما بقدر. لا، هذا الكلام غير صحيح. الناس اللي عندها إرادة، وإذا ما في الظروف هي علينا كلياتنا. الناس اللي ما عنده إرادة، الإرادة لا. صحيح. ترك التدخين هو أمر سهل. أنا بريد أكد على عدة شغلات. ضبط السكر عند المرضى السكريين له دور كبير، ضبط الضغط والالتزام بالعلاج الدوائي للضغط له دور كبير بمنع الاحتشاءات الدماغية والاحتشاءات القلبية. نمط الحياة له دور كبير، دائما الرياضة هي أحد الأسباب يلي بتمنع الجلطات سواء بالدماغ أو بالقلب، لأنه هي يعني تقلل من حدوث التصلب العصيدي. النشاط الفيزيائي له دور كبير، الابتعاد عن الشدة النفسية والتوتر والقلق والتعصيب والزعل لها دور كبير. وأنا هي راح فاتني أني أقول لك أنه هدول بالأساس المرضى اللي عندهم تصلب شرياني، أحيانا الشريان متضيق على تعصيب سكر الشريان سواله الأزمة سواء الاحتشاء القلبي أو الاحتشاء الدماغي. فأنا بريد أكد على ضبط عوامل الخطورة اللي عم أقول عنها، وحاول تجنبها وتجنب تناول الكحول. هدول العوامل كلهم نحن بنكون هي عوامل مؤهبة أكيد. نعم. الوقاية. نعم. خير من قنطار علاج. بنتمنى من الكل فعلا يستفاد من كل هاي المعلومات. نتشكرك دكتور على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم.